اول معلم كيعبر كيعبر الاخوان الصفايح الله يلا راك عزيز عندك كل شيء بخير. الله يلا عزيز هاد السيدة الأصدقاء. بخير. أيوة. وكاينة سمية أخرى كتقولها فايت حديثها. الحمار بالعربية. شوفوا شوفوا المنظر. الله يعاون اللهم امين يا سيدي الريو الريزي الريو سادتي سادتي ها حنا دخلنا القصر اكدال اكدال كتعتبر هي اكبر قريه في اي تحديد دو هي الكبيرة كاع لا من حيث المساحة ولا من حيث الكثافة السكانية هادشي اللي كاين اي تحدي اكدال اكثر من الدائرة اللي هي ايميلشي يعني كبر من الدائرة اللي هي ايميلشي هذا السور هذا اللي كتشوفوه هو السور ديال السوق الاسبوعي ديال اكدال كيكون من الجمعة للجمعة شوفوا شنو كازبين الدراري على الحيط الواعي هو جوهر البشرية دابا جا واحد السيد بالموطور هو يوقف عليا قال لي واش قاوري قلت له لا لا هذا غير انا غير مغربي مغربي وافتخر ماشي غير مغربي مغاربه وكنفتخروا بمغربيتنا الحمد لله انتم ما عندهم واحد المستوصف طبي هنايا ها هو المستوصف القروي اكدال انتم اخر مره فاش جيت من هنا ما كانتش هاد الطريقه هادي مصلوحه هما دابا اصلحوا هاد الطريق هادي وخدامين صراحه كاين الاصلاحات علاش ما بغيتش نبقى في اكدال حيت البرد عرفتو دابا مازال ما وصل الليل وكاين واحد البرد قاصح اما في الليل غيكون كثار في الليل كيضوب البرد الله يعاون سيدي بخير اللهم لك الحمد الله يبارك فيك البارده عندكم قدام الله الا كاين البرد موجود ياك غادي ديال في الجبال هذيك الساعه هذيك الساعه ما كاين غير الله يعطيك الصحه دابا راه نجي في السلامة اللهم امين يا رب في السلامة يا ربي امين اسيدي الله يبارك فيك السلام عليكم بخير اللهم لك الحمد بخير ها سنة ميزة العمر يا ربي يا ضروري يوم مرحبا اش تزمت انت مزيان الله يبارك فيك افوق بيوت عرفتيني بعدا ياك سمعتي البوغي ياك البوغي سمعتي البوغي ياك كذا بسم القناه وعاد التواصل مع التواصل مصرفين الله يبارك فيك اسيدي اسلموا على عيسى بزاف بن عيسى بن عيسى ومحتي زازا سلموا عليه بزاف
مو بالله رحم الوالدين الله العظيم تغديت الله يجازيك بخير ما يكثر في اخر ولكن راه حنا راه في هذه البلاد وسط اخويا لا حنا لا طولنا في الساعه الشبكه الكهرباء احنا الدراري ديالو كيتعطاو ليهم الدروس وكيضويو بالشمعة باش يكملو الدروس ديالهم. والملك الله ينصرو راه كيوصي على حق في السكن والعيش الكريم. وحنا راه ما عندنا لا عيش الكريم لا والو. انت دابا كون جيتي دابا من هنا لواحد الشهر غادي تشوف الاجواء هنا كي دايرين وغادي تشوف الناس كيفاش كيعيشوا هنايا. البرد والثلج. البرد والثلج راه كيبقى سواد المناخ هنايا راه. لا صعيب صعيب دابا وراه برد الجو. دابا وراه حنا شوف اشنو. والله العظيم الناس كاملين مكبطين. باقي محرين وباقي مصدقين. مازال الله يصوم اخويا الله يصوم. الله يبارك فيك الله يحفظك. الله يبارك فيك الله يحفظك. والو والو سايت الشمس. اكيد تشمشوا بعد هذاك والبرد فيتامين دي ياك عمي فيتامين دي. يجمعوا فيتامين دي. عايشين لا خدمة. الرحلة ألمانيا أوا فين ما كتب الله احنا غاديين سارحين غاديين الشعير سمع زو قال لي بيع الحمار وكمل بترونسبور أرى هذا هو كل شيء هذا راه حسن لي حسن لي بترونسبور مرة كان ركاب مرة كان تمشى الله يجيب المطر الله يرحمنا الله يرحمنا قدمتا امين يا ربي امين الله يبارك فيكم يا الله الله يعاونكم يا ربي امين الله يبارك فيك مالو اخوان اخوان متمزين اخوان لان لان اون فرونسي لان الفرنسي الفرنسي لان ياك ها هو لان وبالسلحه اغيوي وكاينه سميه اخرى كتقولها ما يتحديد الحمار بالعربيه وواحد الكلمه اخرى قاري شرا تعلمتها الله يحفظكم نديو شي بيدود الماء الماء ما عندناش السلام عليكم السلام واش سيدي شي بيدود الماء الله يرحم الوالدين كي ياكل بيمو ياك الشعير الشعير الحمار اللي زين عندك ياك بعدا مزيان المليح مليح راه بلاندي عطيت ليه الشعير مش حم مع راسو مش حام ياك صحيح بعدا كلشي كيقولها لي والله الا كلشي كيقولها لي صحيح اما الله يفهم ما كاين غير الشعير وغير الله يبارك فيك اسيدي الله يحفظك اللهم لك الحمد كلشي بخير بعدا الله يبارك فيك الله يحفظك انا الاخوان خارج دابا من اكدال الله اكبر العصر كي يأذن الناس ديال اكدال الصراحه حتى هما الله يعمر هذا تحياتي ليهم كاملين من هذا الفيديو هذا وانا دابا طالع نشوف فين غيكسب لي نخيم هذه الليله هذه هادشي اللي كاين ش احنا مازالين طريق نقلبوا على شي بلاصه اللي غنباتوا فيها حتى نغطى ان شاء الله ونعاود نفيق بكري باش نافونسي في الطريق
اليوم غنكون اليوم تقريبا غنوصل شي 26 كيلومتر ولا 30 اللي غنكون ضربت الطوطه بخير. هانيا تمشي مزيان. هما الاصدقاء ديال الاكدال تبعوني حتى لهنا حتى للخرجه ديال الاكدال. ما كاين ما يتقال كتقراو هنايا ولا في بوزمون كاملين وكتمشيو بيكالات ولا ترونسبور دايرين لكم ترونسبور مزيان. ايوا بخير كيطلع طلع اختي وايد كيفاش ما كيوصل لكم حتى كي اوكي الموتور خليه الموتور قديم ترونسبور قديم لا عنده ديكور زوين هذا ولكن الموتور راه مشرشم كيجي لكم الصباح وكيردكم في العشيه بخير خير خال الحمار كيف خال الحمار ماشي بحال الحمار ياك الحمار احسن ياك كي جاك هذا الحمار ديالك زوين ياك ناضي واللي دابا كيعطيكم واحد لابورس في المدرسه هيك واحد المنحه مشيت لا شي فلوس قالوا لي كيعطيوكم في 3 شهور 3 شهور وايلي ما كتشدوا شي حاجه شحال شتا جائزه جائزة مالية شحال كتشدو؟ 400 درهم 8000 ريال كتشدو 3 شهور 3 شهور ها هو الشيخ جال عندي وصلات الاخبار وجال عندي سولني وقال لي فين غادي قلت له ها فين غادي وكيف العاده قال لي قال لي حاول تطلق رجليك وسير قال لي واخا يطيح عليك الظلام شوف النصائح ديال الشيخ قال لي واخا يطيح الظلام غير عطي لاطاك وتمشى باش تزيد تقرب شويه لكن انا غنمشي وحده ما غنعطيش الجهد عندي لاطونت ديالي عندي كلشي ديالي الما راه شريته كيف ما شفتو هذيك الناس عطاوني الخبز عندي البيض عندي الروز عندي هذاك دوك التمار وداك الشيء يعني ما عنديش المشكل وحده فين ما كتب لي نبات قال لي راه مازال لك 37 كيلومتر يعني 37 راه امبوسيبل انني غنوصلها دابا اصلا ديجا ضرب دابا 26 ولا 27 كيلومتر يعني ما يمكنليش غنزيد جاني الجوع بزاف باش نبقى ناكل في الطريق وهذا غيكالي لي الجوع ما بقاش الجوع ولا شي حاجه هذا هو لي الجوع شي سارح كيعيط لي مشبل كنسمع الصوت ولكن فينا هو الله اعلم اي كيعيط لي بالسميه ديالي هذا واقيلا كيعرفني السيد هذا والله الا مازال ما حققت شكون قلت لكم راه سمعت شي واحد كيعيط لي بالسميه ديالي شوف ها هو السيد كلشي كيسول فيك الله مالك كلشي والله الا راك عزيز عند كلشي اهلا والله الا عزيز هذا السيد الاصدقاء بخير الله يعمر هضر هذا السيد هذا مرحبا بكم وتحيات تلاقيتو غير بالصدفه انتم الشو الله الا بخير اللهم لك الحمد كلشي بخير لا بزاف ان شاء الله ولا بدا يدمى وانا ايريك الزن هذا الطريق انا الطريق هذا مجمعنا هذا مجمع ضروري شوف سبحان الله شوف الرزق والله الا مشاو كدمي غنمجمع السطخو سبحان الله والله الا تانا هذا يجدو لي غكوا في اللاين اني غاس مو عادين بيد عرفتي زونيتي النشاط والله مشي النساء ولا ودي ونش التليفون ولا والو اوك حرام غير الشوارع صدفة وصافي صدفة الشوارع اني خشوالي اني غاس مو عادين عرفتي هو هذا اني غاس مو عادين والو والله انا مرجع احنا الرجع والو
شوف الله الا كنت غادي مع اول غادي نكمل الطريق دابا ما بغيتيش تخا غير حيد لي بلا حمال نيشان الرو نشوف واش يدوز من هاد القنطره ولا لا عادي هو داز منها غير في الاول تخلع وصافي اي ديور القدام ديال اكداد هادو اقدم ديور في اكداد راه كاينه هاد الجامع السنه قديمها شوفوا الجامع القديم ديال اكداد ها هو هذا عندها تخ فيني انا عمي عندها تخ فين وكرما سنتيني الوالي ذاك الصغر رسمي يزيار ديال شي والي صالح تزور هاد الجماعه عنين عناد ومنال السلاحج قال لكم عيسى قال لي هاد الديور هادو كانوا ساكنين فيهم شحال هادي والفيضان هو اللي راح لهم منهم كان كيوصل لهم الفيضان وكيدخل لهم المثل الكواره تعدود غير جدي استعمار ناس الجباب وكوازي تخجي ناس من الجباب وكوازيين شنو قلت لي استعمار نجي تيدي لعدو عيد نجمعنا كل يدري ما حد السجن سول لعدو محل واحد محل واحد وانا فتخني على اساس دت على اساس يشتري خويا هكا شوفوا قال لكم عيسى في الوقيته ديال الاستعمار هاد الدار هادي كانوا مشاركينها الناس ديال القبيله على الا فهمت داكشي مزيان وهذوك راهم هذوك الشراجم هما فين كانت العسه بحال قلتوا الكاريطات هما هذوك الشراجم هاد الشراجم الصغار هاد هذا بعد الدار عيسى من الاستعمار ايه في تخز جيت قدام مني قبل جي استعمار قبل الاستعمار جميتوش كان سدات ذات هذا هو تخدا تخيد اسم دوك يزيد ولا سوق دار الله عالم هكاك اقدم بلاصه فاقدان هي هذه هاي اقدم بلاصه فاقدان لا سنتيني ذات يمين ومازدار اي ذات سنتيني ذات يمين ومازدار يمين ومازدار يمين ولا الفم يمين ومازدار مازدار ما عرفتها الصراحه اما زدار لتحت هكاك والله لا واعر هاد البلاصه القديمه هو الدار ديال حسين دي عاوتاني ديال حسين الرو لا غايدز غي هاك هاي الدار حسين ولينا تردمات تردمات ها انتم شوفوا على دار ديال موحد عنده شي كروسات هاي عنده تاع الغنيمات هنا تبارك الله ها انتم وحده ميته واقيله يا شو مات يا مسكينه حتى ما عرفت واقيله ما ردلهاش البال ياك ما ردلهاش البال وما نعرفش مسكينه مريضه ياك هاكا الدوار القديم اللي كاين الا كانت الحمله ديال الماء مشى كلشي مشى كلشي هذه البلاصه مشى بحالو ما راه مازال شي ناس ساكنين فيه واحد هذه مسكونه هذه ساكن ساكن ولينا ما كاينش ولكن والو اللي كلشي غادي يتردم هذا راه من بين اقدم المباني اللي في اكدان شوفوا على زنقه ندوزو منها شوفوا انتوما واو طيب هنا تعاون عمي طيب انت تخلص تيني يمين مزيان يمين مزيان سمين حتى ادري حتى تدخل لنا مزيان امزي هو لحد هكا لازم تيني مزيان هو امزيل يمين مزيان السلام عليكم هما الديور القدام هو واحد المعلم قديم تبارك الله الله يعاون المعلم تبارك الله كدير تحدات ولا وما كتقدش الصفايح واقيله ديال صفايح البهايم والو ياك ديال البغيل لا الاحمر هو اللي عندي الاحمر كتقدهم ها كتقدهم مش
شوف بعدا راه حمار. دخلت الرضا راه بن عاي. هو المعلم كيعبر الاخوان الصفايح. صافي المعلم شوفوا فين كتب الاخواني باس هاد الليله كان غيبات في الخلاص دق غيبات عند السي عيسى. اول شيء صافي تهلا في خوان تبن الله كل مع راساتك اخو كل واشرب هنيئا لك. انا شربت اتاي عطاوني الحليب يلا حلبوه من البقره صراحه تهلاو فيا وملي جينا نخرجوا قال لي غنعطيك واحد الجلابه باش نرجع حديد ديوي ديالنا. ثم دابا انا جالس في الجبل شاد الريزو شويه مكونيكتي تسمعوا براح كيبراح على الشعير اللي كيفر ديك المعاونه ديال الشعير اللي كتفرق الدوله. سمعوا البراح كيعيط بالاسماء ديال الناس ديال الدوار باش يجيو يديو الشعير. ما فهمتش الصراحه شنو كيقول ولكن سمعت اور هو القمح بالامازيغيه وكيعيط بالاسماء يعني اجيو زعما ديو واقيلا تديو الزرع ديالكم ولا شي حاجه بحال هكا.